على المناخ والطقس وارضيه الملعب، ظروف كثيره جدا. هنحاول طبعا كمان ان احنا نتكلم مع كابتن طارق سليمان في حراسه المرمى، الحالات اللي جت للشناوي. كابتن طارق طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، يعني زي ما قلت للكابتن سيد قلت له هارد لك، لان احنا كان عندنا الهدف هو 3 نقاط، كل مباراه النادي الاهلي هدفه هي 3 نقاط، لكن ظروف كانت عديده جدا، الامطار الشديده اثرت على الملعب، حطينا في الاجواء ان حراسه المرمى بالشكل اللي احنا شفناه في ارضيه الملعب بتكون ليها تعليمات مكثفه منك كابتن طارق. والله طبعا في البدايه بقول الحمد لله رب العالمين على النتيجه، طبعا زعلانين طبعا ان احنا ما كسبناش النهارده، يعني كنا حاطين امل كبير ان احنا نكسب ونعتاد القمه، انما طبعا لسه بدري، لسه في 11 مباراه، في مباراه لسه مع الزمالك في الدور الثاني. كان ممكن الشوط الاول النهارده كنا ممكن نخلص في الشوط الاول، كان جات لنا فرص اكتر شويه وكنا مستحوذين وبنوصل، ما لهمش حاجه خالص الشوط الاولاني غير كره واحده بس كده اللي كانت فيها دربكه كده وصلت للشناوي، انما طبعا في النهايه بقول الحمد لله. يعني برضه الشوط الثاني هم ليهم، يعني كان في الهجمات مرتده علينا، كان بيبقى في خطوره جامده جدا، بيبقى العدد حتى عددهم بيبقى كان في بيبقى في زياده هجوميه في الناحيه الهجوميه، برضه في واحده في الشوط الثاني في الاخر لوليد ازارو، انما زي ما انت قلت يا كريم الملعب اثر علينا بشكل كبير. يعني دايما الفرقه بتبقى عايزه تكسب بتبقى محتاجه حاجات كتير تساعدها، منها طبعا الملعب ده اهم، ده عنصر مهم جدا جدا. النهارده الملعب ما كانش في صالحنا، اللعيبه كتير بتتزحلق، اللعيبه كتير حتى في تفنيش الهجمه ما بنعرفش نوصل، ما بنعرفش في الحته اللي قدام دي بتبقى عايزه هدوء وعايزه تنقل الكوره للرجل لرجل عشان تقدر تسجل، فده ما كانش متوفر بشكل كبير. انما في النهايه بقول الحمد لله على النتيجه، ان احنا برضو فرق 2 نقط ده فرق مش كبير، انت عندك لسه مباراه مع المنافس، وفي لسه غير المباراه دي في 10 مباريات لينا و10 مباريات للزمالك، خد بالك في كمان بيراميدز الدنيا قريبه، يعني مش فالمنافسه لسه بدري يعني، فان شاء الله احنا مركزين برضو في مشوارنا، وان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي بالنسبه لنا ان شاء الله افضل يعني ان شاء الله. الحالات اللي جت على الشناوي كان لازم يبقى في تعليمات في المطر، انا عايز اتكلم مع كابتن طارق، يعني حذر الشناوي من ايه في الامطار؟ كمان الجزء اللي قدام المرمى كان صعب جدا مع الامطار، عايزين ناخد تعليماتك كانت ايه للشناوي كابتن طارق؟ هو طبعا ما فيش شك ان احنا نزلنا الملعب بدري شويه، عملنا اختبارات كتير بالنسبه للحاجات اللي بتعمل بند قدام السته يارده من جوه السته ومن بره السته، والحاجات العرضيه برضه هو خارج من في الحاجات العرضيه ممكن يبقى في زحلقه ممكن يتزحلق، فكان لابس طبعا السرز حديد، جزمه كانت كلها سرز حديد عشان برضه تقلل الزحلقه، انما في النهايه طبعا في الظروف اللي زي دي محتاجه تركيز عالي جدا 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 جدا، لان ممكن زي ما انت بتقول كده ممكن هو خارج ممكن يتزحلق، في كم واحده الحمد لله اتعامل معاها بشكل كويس قوي، في كره كم كره عرضيه اتعامل معاها بشكل كويس، في واحده كمان فاول في الاخر اللي شاطها عبد الله جمعه اتعامل معاها بشكل كويس، فالحمد لله يعني الاختبارات كلها اللي جات له شايفه قدها بشكل كويس، انما طبعا الارض ما بتساعدش، يعني كنت قلقان جدا من انه يتزحلق بالذات في الحاجات اللي بتتشاط عليه، الحاجات العرضيه اللي بيطلع فيها الزحلقه دي انت برضه بتبقى يعني ما تقدرش انت تلومه فيها، يعني طبعا يعني هو خارج الارض في اماكن في جوه 18 الاماكن اللي فيها نجيله ما فيش مشكله، في بعض الاماكن بيبقى فيها زي طينه كده، فالطينه دي تبقى قلقان جدا منها لان رجليك لو جت فيها هتتزحلق يعني، انما الحمد لله ربنا ستر يعني الحمد لله. اتمنى ان شاء الله يعني اللي جاي بالنسبه لنا يبقى افضل، ولسه الدوري طويل يعني ان شاء الله. مباراه الاتحاد يمكن انتم متواجدين يا كابتن طارق لغايه مباراه الاتحاد، ومنها كمان سفر وفصل تام للبطوله الافريقيه ومباراه سان داونز بطل جنوب افريقيا، اتكلم عن مباراه الاتحاد ومدى الجاهزيه، جت الشناوي يمكن في اي حاجه اشتكى منها في اي كدمه اي حاجه عايزين نطمن عليه، وايضا كمان برنامج التدريب الكابتن طارق لحراسه المرمى حتى يوم المباراه. هو المشكله في مباراه الاتحاد ان المطره مستمره اليومين دول، يعني المطره بكره في مطره، وقال ان طيب يعني يعني الملعب ده كده على يوم الثلاث مش هيبقى جاهز بنسبه 100%، هيبقى برضه نفس الطريقه كده، وممكن يبقى ممكن يبقى اسوء كمان، فاتمنى طبعا يبقى في حلول، يعني اتمنى طبعا لو في يعني ملاعب ثانيه ملعب ثاني ان احنا نلعب عليه ما يبقاش فيها برضه الملعب بالشكل ده كده، يا اما بقى يعني ما اعرفش يبقى الحل ايه، يعني يعني المهم ان احنا لو المطره مستمره كده كمان النهارده بكره وبعده هتيجي يوم المباراه هتبقى نفس الجو كده وممكن يبقى اسوء كمان، فاتمنى طبعا يبقى في حل يعني اتمنى كده يعني. مفيش بكره ان شاء الله الشناوي طبعا هيعمل ريكفري مع الناس اللي لعبت المباراه، وهيبقى في تمرين لعلي ومصطفى هم اللي معانا في المعسكر، اتمرن بشكل كويس برضه بالنسبه لهم عشان يبقوا جاهزين في للمباراه. الشناوي الحمد لله خارج من المباراه مفيش اي حاجه الحمد لله تمام، يعني الانكر رجله كويس، العضله الضمه كويسه، مفيش اي حاجه ما اشتكاش من اي حاجه الحمد لله يعني. شكرا يا كريم. شكرا. بنشكر اكيد كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق النادي الاهلي، اطمنا من خلاله يا كابتن اسلام على حاله الشناوي، لان الهم اكيد بعد المباراه بنطمن على الاصابات، حد اشتكى من حاجه؟ لا، الشناوي يمكن الحمد لله ما اشتكاش من الانكل، ما اشتكاش من اي كدمات تعرض ليها في